يقول هذا السائل أيضا: هل يجوز الاستثمار في البورصات العالمية، وكيف يتم حساب الزكاة في المؤسسات الخدمية مثل بعض الشركات؟ البورصات العالمية إذا كانت تتعامل بالقمار والميسر أو بالربا فلا يجوز التعامل معها ولا المساهمة فيها، أما إذا كانت تتعامل بشيء مباح وشيء طيب فلا مانع من التعامل معها. فهذا يتوقف على نوعية تعامل البورصات، إن كانت تعامل حراما فالكسب منها حرام ولا تجوز ولا يجوز الاشتراك فيها، وإن كانت تتعامل تعاملا مباحا ليس فيه شيء محرم التعامل معها مباح. نعم. يقول: كيف تتم حساب الزكاة في المؤسسات الخدماتية؟ المؤسسات الخدماتية الزكاة على غلتها، يعني زكاة يعني مؤسسات تخدم المجتمع أو تخدم الناس بالأجرة، هذه زكاتها على غلتها. نعم.